هذا نداء معدلته مؤسسة أحمد الجبريل للتجارة والمقاولات، معدلته كتنبيه وكإنارة للرأي العام على مشكلة يعاني منها مؤسسات المقاولات الصغيرة والمتوسطة في مجال البناء والأشغال العمومية الجمهورية في الوقت الحالي. هذه المؤسسات اللي من ضمنهم مؤسستنا تعاني من قدر من القطرسة، قدر من الظلم، قدر من التهميش، قدر من الاستعباد، وقدر من الغبن يمارس عليها من طرف بعض الإدارات وبعض الوسطاء اللي يشتغلوا مع الإدارات كمكاتب متابعة. ومن ضمنهم هذا المثال الحي اللي نصرته لكم، هذه المدرسة اللي قالها مدرسة أبو حنيفة، تم تكليفنا ببنائها من طرف إدارة التضامن سابقا ومندوبية التآزر حاليا، بسبب تغيير اسم المؤسسة المشرفة والله المنفذة للصفقة اللي هي التضامن للتآزر، تم تغيير مكتب المتابعة اللي كان عندنا وجانا مكتب متابعة مع التآزر الجديدة. هذا مكتب المتابعة من النهار اللي جانا احنا في ورطة الورطة، وبدلونا دفاتر الالتزامات بصيفة لفظية، بصيفة عفوية، بصيفة حسب روح رقاش ذاك النهار اللي كان متمونك والله متمونك، وحصرت فضلتنا وتنحصر عنا مشوا فاكتيرة فيها مبلغ تنقلع منه 70% وتنعطانا منه 30%، وتبلوكي عنا الشهر على الشهر ما وخلصنا، وتمينا نقوم معاها ونطيحوا لين لحقناها مرحلة اللي له عام والله اثنين عاد جاهز للاستلام، عندنا مستحقات أباوي يعطوها لنا وأباوي يدكونتوها لنا. وتمينا بذاك النزاع مع الإدارة ومع المكتب، وفهم التوقف شبه تام للاشغال الين جاتنا التآزر بوجه جديد وروح عمل جديده، وقالوا انهم لا يبدوا انوفالير ولانهم لا يطلبون مؤسسات، كان من عنده مشروع متعثر لانهم عدلوا هيئه قال لها الخليه الخاصه متابعه المشاريع، وجمعوا بالمقاولين ومكاتب متابعه وتمادوا اليدين وقالوا لا يشتغلوا يدا بيد وان عفى الله عما سلف. وبدأنا ننتظر شنو مستحقاتنا ذيك، أعطينا الشهر على الشهر نتحراه ما رينا، عقبنا رينا منه نقطع وقال لنا نوفوا شغلتنا. وجاتنا المؤسسة بنفسها المسؤولة عن العمل اللي هي التآزر، وجاونا منسقين مشروع مشاريع المسؤولين عن العمل، وجاونا المديرين المسؤولين عن العمل، وعدلوا لنا لائحة بتحفظات ان نعدلوها، وقبضنا وذيك التحفظات اللي عدلونا وتمينا نقلعوا منها، نقلعوها 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 الين وفيناها، وقالوا لي المؤسسه عاد جاهزه للاستلام. معنى الله قاعد لمنين انها من ضمن المؤسسات اللي فيها احتمال يعود لها يزورها رئيس الجمهوريه بمناسبه انطلاق المدرسه الجمهوريه. والقائمين على المدرسه والمشاه واداره الاداره الجهويه للتعليم في الولايه والمديره المسؤوله عن تسهيل المدرسه، الناس كامله عالم المشكله. هذا تمينا أنا وتر جرانت سيربريز يامس إلين قالوا إنهم مضطرين شي من الأشغال وخلاها بده من معدل. إحنا ما أننا عايشين عن عدو التزاماتنا، التزاماتنا عدلناها وضربناها في اثنين، ضربناها في اثنين إلين افترنا بين استبدال الأمور وبين الديزيجنس اللي ما هم عندنا ولا كانوا علينا. درك هذه نقطة في جنب ذور من المشاكل اللي يعاني المقاول الموريتاني، ومن المشاكل اللي واقفة في وجه تقدم البلد، وفي وجه تقدم النرجاج قد ينتج فيه، وفي وجه مثلا قد عودهم مؤسسه والله مد صادقه في اللي يتعدى والله ان ينجز على ارض الواقع. درك موجه نداء للقائمين على الشان العام وعلى والمسؤولين انهم يرفعوا عنا الظلم، وعلى ان الموريتاني يستفاد اولادها كاملين ويخلوا قد يشتغلوا، واللي عدل مشي شغله مضبوطه تنقال، واللي عدل شغله ما هي مضبوطه تنقال، وتصحح الامور وتساعد الامور وتعود هم روح اسره كبيره. المقاول هو الساعد، هو اللي تعدل به الدوله شغلتها، لين يعود مهمش وموطي عليه وملعون لا يعود ما هو متمونك، ولا يعود شغلته ما هي زينه، ولا يعود الامور كان ما هي زينه.